وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة
ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام أشهد استوى اعتدل تراص الله أكبر Thank you.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق.
الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله أكبر الله أكبر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها
وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،
فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم
ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. لح استعرض بعض الأحكام الفقهية التي تتعلق بالصيام، والحقيقة هذه بحاجة لكل واحد منا. أصدر مجمع الفقه الإسلامي، مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمر العاشر بجدة، مؤتمر العاشر بجدة، المملكة العربية السعودية، خلال الفترة حوالي 20 سنة، من 20/6/1997 الموافق ل 23 إلى 28 صفر، 4 أو 5 أيام تقريبا، بشأن المفطرات في مجال التداوي. قرر ما يلي. مين الترجم؟ الشيخ الزينة mentions a famous fatwa that was agreed upon by the scholars in a conference that was held 20 years ago in Saudi Arabia and was attended by a lot of scholars from all the Islamic world about the food, the medical like substances that break the fast, that break the fasting of a Muslim. أولا قطرة العين أو قطرة الأذن أو غسل الأذن أو قطرة الأنف أو بخاخ الأنف إذا اجتنب ابتلاع ما نفد إلى الحلق. The first one of those medical substances is the eye drop or the eardrops. If it is inhaled or went inside like the trachea. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها أيضا إذا اجتنب ابتلاعها ونفذت، يعني تتجنب أنك تبتلعها أو تنفذ إلى الحلق وما إلى ذلك. The dissolved tablets that is put under the tongue, if it also goes inside the cavity, the oral cavity, if it went or goes inside. ثالثا إدخال المنظار أو اللولب إلى الرحم، هذا يتعلق بالنساء. And the third one relates to the women. If the fluoroscopy, I don't know whether you call it in English, went inside also. What is it, يا شيخ؟ شو؟ المنظار اللي دخل من الفم؟ من الرحم وما إلى ذلك. من الرحم؟ نعم. من المفطرات؟ لا يفطر. أنت قلت ما يدخل المهبل من طحاني لبوس أو غسول أو منظار مهبلي أو إصبع للفحص الطبي وإدخال المنظار أو اللولب ونحوه ما إلى الرحم. Okay. So all of those things that was mentioned, that were mentioned, do not break the fast. The eye drops, the ear drops, and the dissolvable tablets that is taken, like to treat some urgent or a medical condition, the dissolvable tablets that is put under the tongue, if they do not go inside the oral cavity. And the fluoroscopy also that relates to the woman that is inserted into the private part of the woman does not break the fast at all. حفر السن وقلع الضرس، تنظيف الأسنان، السواك، فرشاة الأسنان، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. The treatment of the teeth, cleaning the teeth, brushing the teeth, using the siwak, if they do not go inside, also don't break the fast. المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ما نفذ إلى الحلق. Rinsing the mouth and gargling with water. And also using the flavors that for the mouth if they do not go inside the oral cavity as well. إدخال قنطرة أو أنبوب دقيق في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب
أو غيره من الأعضاء. Inserting a tube that is in the hospital, inserting a tube into the veins or just for medical purposes like x-rays or whatever, do not also break the fast. ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية أيضا لا يفطر. Whatever absorbed by the skin also doesn't break the fast. Lotions and any medical lotions that is absorbed by the skin doesn't break the fast. إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية لا. Inserting a thoracoscopy or a tube through the abdomen to for medical purposes also doesn't break the fast. دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النكاح الشوكي لا يفطر. Any tool that is inserted into the brain also, inserted into the brain that it is in the hospital also doesn't break the fast. سألني شخص من يومين على الاستقياء القياء. إذا كان متعمد طبعا يفطر. أما إذا كان غير متعمد لا يفطر. لا يفطر. A person asked me, what about the throwing up? And the sheikh saying, if it is intentional to throw up, that is, it breaks the fast. But if it is done without any purpose, like inadvertently, it doesn't break the fast. كان الشيخ محمد وهبي الزحية هذا أستاذه كان في كلية الشريعة في دمشق. كما كان له فتوى خاصة في ذلك الدورة يقول لا مانع من علاج الضرس للضرورة أو الحاجة. واحد واجع ضرسه ومعقول إنه خليك للمغرب. الواجع مضطر وبعض المغربي كان قد غلقوا أماكنهم الدكاترة. لا مانع من علاج الضرس للضرورة أو الحاجة بشرط عدم ابتلاع شيء من الدواء أو الدم النازل. أما مجرد الرائحة أو الدواء المسكن للضرس فلا يفسد الصوم حتى وإن وجد الصائم طعمه في حلقه ضرورة لضرورة أحكام. And in that conference, a renowned scholar called Muhammad Wahba from Damascus, he also said in that conference that treating any tooth or filling or cleaning the tooth doesn't actually break the fast if it is done like urgently with a condition that no substances goes inside the oral cavity, and even if a person finds a taste of the treatment, that taste doesn't break the fast. شخص صام نافلة زيادة فراح استفتى الشيخ قال لقد جئت عصر بعد ما خلص شغل جاء إلى بيته فقال له لقد سرقت يدي وكانت زوجتي عاملة ميمونية هي أكلة من حلب مشهورة فيها عبارة عن اسميد مع السكر الحلو بيأكلوها على الفطور الصباحي. قال فسبقتني يدي إليها فأكلت. فقال له اقضي يوما مكانه ولو نافلة. قال في اليوم الثاني جئت أيضا ورأيت زوجتي عاملة هريسة فسبقتني يدي إليها فأكلت الهريسة. قال اقضي يوما مكانه. قال له ثالث يوم مدري شو أكل. قال له إذا فما عليك أن تجعل يديك إلى عنقيك وتصوم. كل يديك لعينيك وتصوم. The Sheikh is saying a person came to a Mufti and he said to him, I was fasting an optional day. It's not Ramadan, an optional day. And I found my wife making a very good food, a meal that is called momoniya, that is very known in Halab. It's made out of semolina and sugar. And he said, I ate from it and I broke my fast, my optional fast. The Sheikh told him, you need to make up another day. And the next day, he did the same. He found his wife making harissa. And then he ate from it and he broke his fast on that optional day. And he came to the Sheikh a second time. He said, oh Sheikh, I broke my fast. I found my wife making hadith and I ate from it. The third day, he did the same. And the Sheikh said, you should have
I mean chain your hand towards your neck so you don't break your fast anymore. واحد عنده خمس بنات وامرأته حامل في السادس قال إن جاءني مولود ذكر لا أصومن نذر أن يصوم خمسة أيام إن جاءه مولود ذكر. كان مسافر طبعا بذلك الأيام بعثوا له برقية قالوا له مبروك المولود فراح صام خمسة أيام. بعد ما صام خمسة أيام قالوا له شو بدك تسميها للبنت؟ عرف إنه بنت جاته فقال والله لا أخصمه من شهر رمضان. A person was traveling away from his family and he had five daughters and he said if Allah subhanahu wa ta'ala gives me the sixth child as a male, if he gives me a male, I would fast 5 days. So he made another with Allah subhanahu wa ta'ala. Another is an oath and a commitment with Allah subhanahu wa ta'ala. So when he was away, he was sent a letter from his family saying you have a child. So he was just hastily started and fasted 5 days. But after finishing those 5 days, he discovered that the mawlud he got wasn't a male, it was a female, it was a daughter. And he said, I would deduct those 5 days from the next Ramadan. رجل عمره 90 سنة ولم يسبق أن صام ولا يوم واحد بحياته. كان يفطر عامل متعمد. راح سأل الشيوخ. قالوا له شو؟ قال لهم شو الفتوى؟ طبعا إذا واحد أفطر عامل متعمد عن كل يوم بده يصوم 60 يوم. فحساب حوالي يعني 75 سنة وضرب كل يوم بهذيك المبلغ. فالشيخ اطلع فيه قال له أرى أن تصوم قرنين أو تطعم أهل الصين أو تحرر فلسطين. A 90 years old man who hasn't ever fasted in his life. So he went to the Mufti and he said to him, I haven't fasted in my life during those 90 years. And the Sheikh said, he looked at him and he said, well, if you want to make up, you need actually to feed the people of China or to liberate the land of Palestine or to fast 2 centuries in order to make up those 90 years. أحد الأشخاص استضاف رجل في رمضان على الإفطار جاب له حليب فقط. في السحور أيضا جاب له حليب. ثاني يوم حليب. السحور ثاني يوم حليب. ثالث يوم إجا جايب له الحليب قال له مشان الله افطرني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. العلكة بتفطر شيخنا؟ ما بتنزل بغطش الأخيرة اللي خلاص دواء السم بس بطعمه بس ما بيفطر. كيف العلكة بدها تفطر؟ لك علقة بدون عزم. يا الله جبارك الله بسم الله الرحمن استوى واعتدلوا. الله أكبر. الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن في ذلك ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون الله أكبر
الله أكبر. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون
فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون
قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون
يعلمون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق ولكن أكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أإذا متنا وكنا لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله أفلا تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني
إني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استووا صلاة الوتر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام
السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اختم لنا رمضان بما يرضيك عنا اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان اللهم أسبل علينا سترك في الدنيا والآخرة اللهم أسبل علينا سترك الدنيا والآخرة واجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم اجعل تحت الستر ما ترضى به عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن كان له فضل علينا من النار اللهم أعتقنا من النار ومن عذاب النار ومن خزي النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم طهر قلوبنا من الدنيا. اللهم طهر قلوبنا من الدنيا واجعلنا من أبناء الآخرة. اللهم اجعلنا من أبناء الآخرة. اللهم اشف لنا كل مريض وعاف كل مبتلى وعاف كل مبتلى وعاف كل مبتلى. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك وماتوا على ذلك. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا تحت الجنادل والتراب وحدنا. يا الله يا الله يا من إليه يلجأ الخائفون يا من إليه يلجأ الخائفون وعليه يتوكل المتوكلون وإليه تبسط الأيدي ويسأل السائلون. يا موقذ الغرقى ويا منجي الهلكى ويا سامعا كل نجوى أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المقبولين ومن المقبولين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقيامنا وقراءتنا للقرآن وقراءتنا للقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أكبر. الله أكبر.